السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب السبت والحد احنا عارفين بنجيب اكلات من محافظات او اكلات خارجي حسب مكان الموضوع ايه، ممكن نمشيها تقرير يعني زي النهارده 10 دقايق ولا بتاع، واكيد ان شاء الله زي ما اتفقنا قبل كده هيمشي الموضوع كامل، الحلقه كامله كلها ان شاء الله خارجي مع حضراتكم. طيب بناكل كل يوم والاكل معروف هو ايه، في اكلات كتير جدا احنا ما نعرفهاش ولو نعرفها نسمع عنها بس ما كناش، وفي اكلات ما ينفعش تتنسي ولازم ناكلها ولازم نعرفها، وفي مناطق كتير جدا او بلاد كتير جدا احنا نسمع عن اكلها بس برضه ما بناكلوش او ما نعرفوش. طيب النوبه، اهلنا في اسوان، اسوان دي بلد من البلاد التاريخ اللي العالم كله بيشهد بيها، مش عشان خاطر السياحه بس، عشان دي كمان ليها اصول وليها عادات وتقاليد مختلفه تماما عن البر التاني اللي هو ليه علاقه مثلا باسكندريه والقاهره والارياف والصعيد، دي ليها حته كده لوحدها كده على جبل لوحده. رحنا الاقصر ورحنا اسوان ورحنا بلاد كتير جدا، بس اسوان بالذات تحس ان فيها روح كده مختلفه تماما، روح الناس اللي عايشين، روح الاهل اللي كلهم قرايب، يعني تخيل داخل البلد كل الناس دي كلها قرايب، مفيش حد غريب، يعني ما تلاقيش حد مثلا من القاهره ساكن في غرب سهيل مثلا، ما تلاقيش حد من الاقصر قاعد عند السد، ما تلاقيش حد من اسوان او من غرب سهيل قاعد في الاقصر، يعني هم ليهم استقلال كده وعايشين وراضيين، مفيش سياحه عايشين، في سياحه عايشين، في اكل وشرب ماشي الكلام، مفيش برضه ماشي الكلام، ناس عندها منتهى الرضا. فدي اول مقدمه بس، تحيه كبيره جدا 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 لاهل اسوان او اهل غرب سهيل عامه، لان احنا لما رحنا من فتره طويله طبعا الناس دول عملوا معانا وجبات قويه جدا لدرجه ان انا شخصيا انا والكرو خليتهم هم نزلوا وقعدتنا كمان يومين هناك، يعني هم من محبتهم لينا ومن ترحابهم فيخلوا الواحد يبقى عايز يعيش عندهم على طول. هختصر الموضوع، رحنا اسوان وعملنا عندهم الاكل بتاعهم وعرفنا ايه الموضوع ومشينا واحده واحده كده وشفنا البهارات وشفنا الاكلات وشفنا طريقه بتاعتهم اللي هم بيعملوها بابسط مما يكون. انا النهارده هطلع حضراتكم تاني مره على اسوان ونشوف اخبار الاكل النوبي ايه ونفهم الدنيا ماشيه ازاي، ونرجع من اسوان نخش على استوديو لقمه هنيه ونحاول نعمل شبيه لاكلاتهم. زي ايه مثلا؟ عندي النهارده الويكا ليها تتبيله معينه جدا، وعندنا كمان اخونا المصور بني اللي واقف ورا الكاميرا دي، ده راجل من هناك فهيدينا كمان السر بعد الفاصل. فعندنا ويكا بالكزبره الخضراء عفوا، عندنا كمان ملوخيه خضراء او ناشفه بتجاب من عند العطار، هشوف بتعمل ازاي بالطشه والسمنه مع اللحمه الضاني. الضاني هو اكل الصعايده من اكتر الاكلات اللي بيحبوها، او الاقصر واسوان بيحبوا الضاني اكتر، فالنهارده نعمل نفس الموضوع. الطبق الثالث همشيه على فرانكا شويه بس ليه اصول، اصول الاكل الشرقي هو التورلي. تورلي يعني بريم، يعني فرن، يعني حطب، يعني نار، ما فيش الكلام ده، بس هحاول اعمل زيه، هعمله مش باللحمه، هعمله بالفراخ. اللي ما بياكلش ضاني انتوا عارفين ان انا بعمل البديل دايما. تعالوا نطلع نبص ونشوف اخبار اسوان ايه واهل غرب سهيل ايه، ونرجع بالفاصل نكمل بيت اكلتنا. اتفضل. النهارده احنا في اسوان في قريه غرب سهيل،
اكبر قريه او اكبر بلد في النوبه كلها. النهارده طبعا يشرفنا اكون مع شيف شعبان. ازاي حضرتك؟ منورنا. اولا يعني مش عايز اقول كده عشان ما تكلمش بقى. لا والله منورنا في اللقاء طبعا اكيد. وسامعين عنك خير وجايين من القاهرة عليك على طول. الله يخليك. وعم نور برنس ومن كبراء النوبة محمد، ازيك اخبارك ايه؟ وده بقى يعني اسطورة النوبة، الاسطورة الخارجية. ده راجل عالمي، ما هوش بس مصري، راجل عاش في سويسرا وموضوع كبير، هنعرف كل حاجة. الحاج يحيى، ولا نقول يحيى، ولا انت عايز ايه؟ اي حاجه. اي حاجه ماشي. حاج يحيى وابو سليمه صح، منورنا. قول لنا بقى اكلات النوبه ايه؟ اكلات النوبه في حاجات معينه. عايزك شويه براحتك خالص. في حاجات معينه زي مثلا الملوخيه. الملوخيه ده بيتعامل على غير الملوخيه العاديه. نقول عليه اتر. 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 او جاكوت. او جاكوت. اتر او جاكوت. حلو. الجاكوت اللي هو بيتعمل الملوخيه العاديه وبعدين بيتعمل في الشوربه وبتتفرك باليد. حلو. جميل. دي غير الشلولو. غير الشلولو. جميل جدا. حلو. واما الاتر بنستعمل الكزبره. ده وقت اللي ما يكونش فيه ملوخيه. نشتري الكزبره الخضراء والشبت. الكزبره الخضراء بتاعتنا والشبت. والشبت. وتخرطوا. لا ما تخرطوش. برضو اتقطعوا حاجه عاديه. يتفرموا. في الشوربه وبعدين بنحط باميه ونبتدي نفرك. نحط ايه؟ باميه. باميه. باميه ملوخيه. ايوه باميه ناشفه. شفتها عند العطارين متقطعه كده وناشفه. لا ناشفه مطحونه. ناشفه مطحونه. بودر. ما شاء الله. جميل. مع المرقه. بنحط البودر ده لحد ما توزن معاك. جميل. لحد ما توزن يعني تبقى ليها قوام. ليها قوام. مظبوط. وريحته تبقى جميله جدا. ما شاء الله. وفي حاجه عندنا اسمها سوريد. سوريد. سوريد ده عبارة عن بنستعمل عيش معين. عيش شمس؟ لا، عيش الدوكة. عيش الدوكة. بياخد دقيق وذرة ملح ومية بس. دقيق وذرة ملح. ايوه. وايه تاني؟ ودقيق. خلاص. طب يحيى سمعتك بتقول حاجة، بتقول اسمه ايه؟ العيش النوبي اسمه كاجي. كاجي؟ كاجي. كاجي. كاجي وحاجة زي الكريبت كده بس بيتعمل بأحجام بتخن معين. حسب زي كريب قصدك يعني ورق خفيف. خفيف. وده في منه السميك برضه يعني. في منه اللي هو التخين شويه ده. حلو قوي. جميل. جميل. حلو قوي. احنا عايزين نطبخ. خلاص. ايه رايك في الكلام ده؟ لا لا تمام. صح. نطبخ اكل نوبي. وانت شيف نوبي. وانا لابس ترش نوبي. واحنا في النوبه. صح كده؟ شويه كنت بتغني. أيوة. واتفقنا هتغدينا. ايوه صح كده ان شاء الله. والله ايه الكلام؟ لا لا هتعملنا ايه النهارده؟ هنعمل اتر اللي هو ملوخيه من الكزبره الخضراء والشبت. جميل. وسوريد اكلات نوبيه طبعا. جميل. انا بحط زي فته، بيعتبر فته بس دايت. فته دايت. دايت يعني. جميل. بس بالخضار. بتعمل بايه فته دايت؟ بصل وطماطم. يعني كمية بصل زي كده. مع طماطم. جميل. وبنحط الطماطم والبصل مع بعض في النار. زي ما حضرتك شايف. بتسبك. جميل. يعني انت تبدأ الاول في القتة. ايوه في القتة. حطيت الاول ايه؟ زيت. زيت. وبصل وطماطم. تاخدهم سوتيه. بينهم سوتيه. ايوه لحد ما يتبلوا كده حاجة بسيطة. حلو. وبعدين اديله مية بس ما يكونش كتيرة خالص، كوباية مية مثلا في كمية. فيها خمس طماطميات مثلا مع بصلتين. جميل. مية تكون قليلة خالص. جميل. وبندي له ملح. طب يلا خش. اتفضل. طيب الطبق الثاني ايه يا شفنا؟ الطبق الثاني زي ما قلنا الاتر. 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 اتر. ايوه. مظبوط كده؟ اتر. الاتر. ده المفروض ان ده بديل للملوخيه. الملوخيه ده عباره عن ايه؟ ده كزبره خضراء. جميل. وشبت. بس كزبره خضراء وشبت مفرومين. مفرومين. هتعملها بايه؟ بنعملها في الشوربه. ايوه. وبعدين نديله شويه كربونات معينه كده شويه. وبياخد غلوتين ثلاثه بنروح ننزله وشوربه. وكزبره وبقدونس. ايوه. جميل قوي. دا
ده خلاص كده يعني جهز خلاص. آه. دي ما فيهاش حاجه ثانيه خالص، مفيش حاجه، حط لها ليمون. أيوة. وتمام تمام. آه. حلو قوي. طيب أيوة. الطبق الثاني هنخلصه بقى ولا نعمل فيه ايه؟ ايوه الطبق الثاني لحد ما الميه تغلي ممكن نيجي على الفراخ شويه. للفراخ. آه. حلو. آه. يعني اظن المرقه تغلي. أيوة. نتكلم على الفراخ. أيوة. طيب قول لي هتعمل الفراخ دي ازاي؟ الفراخ طاجن ولا تعملها ايه؟ الفراخ ده طاجن. طاجن بنستعمل فيه الفول السوداني. فول السوداني دي البهارات بقى النوبيه. ده أيوة. فول سوداني مطحون، ودي دوم. ودوم. دوم مطحون. والدوم في الدوم نوعين، في دوم حلو وفي دوم حادي. حادي جميل. فالحادي طبعا لو موجود بنحط، لو ده مش موجود بنحط كميه بسيطه. يبقى فول سوداني. والدوم المفروم. جميل جدا. وتوم. وتوم. في السوس. طب يلا بشكركم جدا اللي حصل عليكم. طبعا النهارده كان يومنا يا رب يكون سهل لحضراتكم. دي كانت طبختنا النهارده، يعني الموضوع وفي الصعوبه نحاول نعمل لحضراتكم زيه بس في لقمه هنيه. السلام عليكم. مع لقمه هنيه. طيب زي ما حضراتكم شفتوا كده التقرير واهل النوبه المحترمين والناس والراجل الطيب عم شعبان، ناس كتير جدا يعني بامانه الله لو قعدنا نتكلم الحلقه كامله مش هنعمل اكل، ونشكر فيهم ونقول على كرامهم مش هيبقى كفايه. الناس من ادابهم واخلاقهم لو حد متوقع او متخيل ان احنا كقناه النهار او كلقمه هنيه لما راحت هناك وقعدت كذا يوم عشان تصور التقرير دوت دفعوا جنيه يبقى ظالم. يعني ايه؟ والله ما دفعونا حاجه ولا خدوا مننا فلوس في هنا ولا محتاجين. يعني عايز اقول لكم بكل امانه هم فقراء ما عندهمش كتير ماديات، بس عندهم نفس عزيزة أحلى من ملايين الفلوس. طب خد حق المكان اللي صورنا فيه لك، لا عيب أنت جاي ضيف. طب إحنا كلنا يا جماعة الأكل كتير، لا. وتلاقيهم بينموا بعضيهم ويجيبوا الحاجات سبحان. يعني مثلا تبقى ماشي كده ماشيين بيبص، فمثلا شفيق عايز يبص على مكان فشايفه حلو يصور فيه، فتلاقي ناس تروح داخل عليك بصنية فيها عناب، ولا لا أعرفك ولا تعرفه ولا شايف حتى في ايديك كاميرا، يعني مش عارف أنت مين، بس الترحاب موجود. الناحية التانية تلاقي مش عارف أعمل لك إيه. واحنا ماشيين بقى يا سلام على الزيارات، لحد الفسيخ. يعني انا بقول بكل صراحه بكل امانه ناس محترمين جدا. اتمنى من كل اللي بيشوف الحلقه دي دلوقتي واتمنى من كل الشعب المصري ان لازم تروح اسوان وتروح الاقصر عشان تشوف اصول بلدك وتشوف عادات وتقاليد اهلك اللي هم ما بينسوش العادات والتقاليد مهما كان الزمن. بتوع الاقصر وبتوع اسوان، واسوان بالاخص ناس طيبين جدا. تمام. نطبخ بقى. نطبخ ماشي الكلام. احنا قلنا هنعمل ويكا بالطريقه الصعيدي، وانا يعني احاول اعملها زي ما حضراتكم عارفيني، يعني شيف مودرن وبتاع وجاكيته وبتاع، بس هحاول هعمل زي حضراتكم. الطبق الثاني ملوخيه ناشفه باللحمه الضاني برضو. الطبق الثالث هيكون تورلي بالفراخ مش باللحمه، عشان اللي ملوش في الضاني او ملوش في اللحمه يكون موجود عنده اي اوبشن ثاني. طيب هبدا اول حاجه في الفراخ عشان تاخد وقتها في التسويه، واللحمه هبدأ اخليها تتسلق وتاخد وقتها برضو ونشوف الموضوع ماشي فيه. انا جايب بمعادل كيلو لحمه ضاني هقسمه على نصين زي ما حضراتكم شايفين اهو، بس عايز اسلقه سلقه حلوه. السلقه الحلوه هي اللي بتخلي المرقه تعمل منها شوربه وتعمل منها ملوخيه وتعمل منها ويكه وتعمل منها تورلي، لانها استخدمها في كل حاجه. فالمرقه لو ما اتعملتش مظبوط انسى موضوع الاكل خالص. هجيب كيلو لحمه وابدا انزله عندي في ميه سخنه جدا لأسباب كتير جدا. رقم واحد تساعدني في السلق وسرعة السلق. رقم اتنين تصدم اللحمة ما تخليش فيها أي حاجة ممكن تضايقني. بص كده هوري بعد إذنك. هنا قرفة خشب وحبة هان، فلفل أسمر حصى وورق الغار زي ما حضراتكم شايفينها، ونجيب كمان حبة ملح عشان نطعم المرقة بالشكل دوت. ماشي الكلام. ونقلبها تقليبة حلوة كده عشان ما يبقاش على الوش، ونسيبها ونشوف. اللحمة لازم تكون لا إما فيها عظم لا اما فيها حته ملبسه او حته ديه. وضح لي اكتر ليه. عفوا. لاني رقم واحد اللحمه الضاني عامه احلى مرقه تطلع منها من العظم بتاعها. لو الجزار ما ادانيش عظم او انا ما جبتش عظم لازم يكون في حته دهنه صغيره مش ليا. دهنه اللحمه اللي هي بتبقى ملبسه، يعني تلاقي حته لحمه كده وحواليها غلاف ده، ده بعد السلق بينزل الجوز بتاعه بيبقى عندك مرقه ليها طعم كويس قوي، فدي نستغلها كويس قوي. طيب انا كمان عايز اديها كمان غير البهارات اللي حطيناها، هديها عندي كرفس بالمره، ده من عندنا كرفس عيدان، وكرات
والبصلية بتاعتي ماشي الكلام، وهجيب أربع فصوص توم بالشكل ده وهعملهم كده. الفصوص التوم دي لما بضربها كده بتطلع الطعم بتاعها والريحة، بتبقى ليها طعم حلو قوي. طب انت ليه بتسلق اللحمة الضان بالتوم؟ انا عايز اخد مرقة حلوة، انا كده كده هحط عندي في التورلي توم، واحط في الويكا توم، واحط في الكزبرة توم، فهتبقى ماشية معايا. لو انا مش هعمل الكلام ده بتوم يبقى برضو اخد بالي شوية من نفس التوم لو انا ما بحبوش، بس انا شخصيا بحب التوم جدا والبصل جدا في كل الطبخ. لو تاخدوا بالكم لازما، بص يا هواري بصوا، لازما تلاقي البوله دي كلها موجوده كل يوم. يعني اراهن اي حد من ساعه ما طلعت على الهواء والبوله دي مش موجوده قدامي، زيها زي البهارات عندي. التوم المفروم في الكبه بالزيت لازم يكون ابيض كده، لو اخضر بيبقى عيب من التقشير تحت ميه دافيه او اتحط غلط فبيخضر معانا، وناس كتير جدا مش تشتكي القصه دي، وبتقشر لوحده من غير يعني بتفرم لوحده من غير القشر. طيب انا جايب عندي حله اسخنها كويس جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اشتغل واحده واحده. الفراخ هعملها بطريقه سهله جدا زي ما اتفقنا، وهعملها تورلي. التورلي عباره عن ايه؟ انا كنت هجيب النهارده ممكن اجيب كيس خضار مشكل، ما عندناش مانع خالص، بس بيني وبينكم مش لايق على الطبخ، فخلينا نعملها بلدي احسن، ونقطع جزر ونقطع كوسه ونقطع بطاطس ونجيب بسله ونفرط البسله ونجيب بصل صغير والجزر والكوسه كل حاجه والبطاطس كله 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 موجود يعني بلدي، وكمان غير ان هو بلدي فريش هتفرق كتير جدا معايا في الطعم. انا هعملها بالفراخ عفوا، هعملها بالفراخ. يبقى الفراخ لازم الاول تتشوح وتتبل وتبقى ليها مزاج عادي. انا شايل الجلد من الفراخ اهو، ما بحبش الفراخ على جلد، يعني مش علاء يعني انا مش دعوه بحضراتكم طبعا، يعني ما كنتش دعوه بيا عفوا ان مثلا يبقى لازم ان الفراخ تتشال بالجلد، لا كل واحد ياكل بمزاجه، بس انا من وجهه نظري في معظم الاكلات ما احبهاش، فشايف النظافه فيها المع واريح. خدوا بالكم لو الفراخ البلدي حط سيب الجلد، لو الفراخ بلدي انا ممكن اكل الفراخ البلدي فيها جلد واقشره برضو براحتي، بس يكون استوى بيها فيديني تيست كويس قوي. اما لو الفراخ اللي هي المزارع او الفراخ اللي هي مش بلدي المجمده، على ما اعتقد الجلد ملوش اي قيمه ولا اي حاجه، عشان اوريدي اتسلق قبل اتفرز قبل كده، فلما يتسلق هيبقى ملوش اي قيمه خالص. فلفل اصفر على الوش كده، حلو الكلام. ونظافه الفراخ دايما تحب الخل، معلقه خل كده قبل ما نعمل اي حاجه خالص. انا كده بنضف الفراخ، خلينا نعملها في بوله افضل عشان يبقى واضحه قدام حضراتكم اهو. ادي الفراخ، فلفل اسمر وخل كده ماشي الكلام، وحبه ملح. قال ايه كتتبيله؟ كتتبيله، وكمان ممكن تمشي معايا ان انا ببهر بغسل الفراخ كويس قوي كده كويس. ملح وفلفل وحبه خل يديله طعم، او ليمون حسب اللي موجود. طيب هتعمل ايه بقى؟ نسخن الحله كويس جدا ونبدا نشتغل واحده واحده. انا عايز اشوح وعايز اخد مطرح تشويحة الحلة بتاعتي هشتغل بيها نفس الموضوع في التورل بتاعي. انا بصراحة ربنا عامل حركة كده يعني في الاستخبلس، ومش كل الناس تاخد بالها منها، بس لازم اقول عليها عفوا. الجزر سلقه نص سلقة، البطاطس لا سيبها زي ما هي عشان نقطعها صغير، الكوسة مش محتاجة، والبسلة نفس الموضوع. طب ليه الجزر؟ عشان الجزر هياخد وقت في التسوية شوية، ومقارنة ببقية النشويات اللي موجودة أو بقية الخضروات اللي موجودة هيكون في برضو يعني أطمى شوية، فأنا تجنبت الموضوع وسلقتها سلقة صغيرة. أول حاجة عندي هبدأ بسم الله، هجيب عندي معلقة زيت كده، حلو الكلام، وكمان عليها معلقتين زبدة. جماعة الصعايدة وأهلنا في الصعيد ما بيستخدموش الزبدة كتير، ليه بقى يا سيدي؟ بيقول لك انا بحب اكل لا بالسمنه البلدي، لا اما بيوم ما يعني كده تكون زبده بيضه مش زبده صفراء. الزبده الصفراء بتاعتنا احنا شويه، وهي دي متوفره اكتر في السوبر ماركت او في المحلات، ولكن اهلنا في الصعيد بيهتموا بالحاجات البكر شويه، حاجات البيت شويه، حاجات اللي هي ليها علاقه بالبيور، يعني الألبان بتنزل منين بتتجاب منين، يبقى نشا ولبن حليب، حليب بلدي، يبقى سمنه بلدي، يبقى كل حاجه بلدي. مفيش حاجه اسمها نعمل مش عارف ايه. عمركم سمعتوا عن طفل صعيدي بيرضع لبن باودر؟
من المستحيلات. فهي دي من الاساس، وشوف كده لحد ما تكبر. انا بكلم كلام عن ثقه، ومين حبايبنا هم اللي معلمينا الكلام ده. الزبده ساحت مع الزيت، فص توم في الاول يتشوح كويس جدا، هلسع الكلام ده كله كويس، وبعد كده هبدا اعمل. انا الترلي عايز اعمله ني في ني، واخليه يغلي في المرقه بالصلصه بكل حاجته وكل حبشتكناته، يكون له طعم كويس قوي. هنا الزبده اهي مع التوم، هبدا هصفي الفراخ. بصي الفراخ لما تغسل عامله ازاي، بصي هوري، بصي دي غسيل الفراخ خلاص، تبلت جزء بسيط واتنضفت وبقت كده بالشكل ده اهو كده اهو. تنزل، انا مش هعمل لها صدمه ولا هعمل لها الكلام ده كله، انا هعملها بالشكل ده. طيب بص بقى اللي انا كنت بتكلم عليه من تنظيف الفراخ عمل ايه، ايه اللي حصل. تعالى كده اهو، لما حطينا الخل والملح، بص يا استاذه رضوى اللي في البوله ده ايه ده بقى، يعني شوف الفراخ مغسوله بميه ساقعه ونظيفه، بس لما عملنا الكلام ده نزلت تاني زي السمك. طيب طب ايه المشكله لو حطيت ده على ده واشتغلت؟ مش هيقول لي لا، بس حبه الميه دول هيطلعوا لي على وش المرقه لو انا بسلقها، هيطلعوا لي على وش الطاجن لو بسبكه، ازاي هيطلعوا كريم كاللي هو الحاجات اللي ما بنحبهاش دايما، ونقعد نشيل بالمغرفه طب ليه؟ ما من الاول ننظف حاجاتنا ونشتغل بيها واحنا مغمضين ومش واخدين بالنا من اي حاجه ثانيه خالص، غير الحاجه تكون نظيفه وزي الفل. ده كده هسيبه يتشوح شويه وهغطي عليه واسيبه خالص ياخد وقته. تعال نبص على اللحمه ونشوف اخبارها ايه. اللحمه هتستوي مني بسرعه، مش تاخد وقت. الله الله الله، بص كده يا استاذه، هنا ريحه الضاني اللي انا شخصيا كعلاء ممكن بقلق منها ساعات مش شاممها. ليه مش شاممها؟ عشان خاطر معموله بنفس حلو. بص بقى الحركه دي كمان حركه صعيده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عليها طماطمايه مبشوره او حبه طماطم صغيرين في المرقه. هو انت هتسلق اللحمه ولا تطبخها ولا تعمل ايه؟ لا ده انا بس باسس الاكله بتاعتي. هبدا بعد كده هشوح البصلايه او التومايه، اي حاجه واحده واحده. طيب تعال نخش الاول نجيب التوم والكزبره ونشوح اول طبق مع حضراتكم، اللي هو هيكون مثلا عندي الويكه لان هخليها تستلق في المرقه. الويكه ليها نوعين، النوع الاول هي الويكه الناشفه الاساسيه اللي ما فيهاش اختراعات، بتتعمل بمرقه الضاني البلدي اللي ما فيهاش حاجه، او المرقه عامه البلدي. بيعملوا بقى فيها ايه؟ بيقول لك روح جايبين فص التوم ومشوحينه مع السمنه، وبعد ما يتشوحوا كويس جدا نبدا نحط عليهم كزبره خضراء مش ناشفه، وبعد كده نبدا نشوح فيها الويكه، وبعد كده نحط عليها المرقه، فالمرقه تغلي مع الخلطه اللي حطيناها الاول، بعد كده نجيب المفراك اللي هو عباره عن، بس انا مش عندي صدقوني كان نفسي اكون موجود، بتبقى خشبه زي كده بس ليها شكل زائد من هنا، ركزي كده يا هواري عشان بس نفتكرها ونعرف هي بتاعت ايه، يعني خشبه زي دي وليها شكل زائد في النهايه. دي بتتجاب بيتعمل بيها كده، بيفرك او بيتفرك بيها الخضره اللي موجوده قدامي. ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى نبدا. ادي معلقه ثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبدل ما نحط سمنه نحط زبده، تتشوح كويس جدا اهو، في ريحه حلوه جدا طبعا، ما بالكم بقى السمنه البلدي لما بتحط الموضوع بيختلف كتير جدا جدا جدا. دي شغاله تتشوح كده بالتومه، الكزبره الخضراء معلقتين كبار كده حلوين تشوحوا برده اهو، خلاص حسيت ان هم دبلوا، مش مستني لما احرقهم عشان خاطر ما بقاش احط المرقه عندي، هنزل على طول بالويكه عشان ما انزلش بالمرقه وبعد كده الاقي الحاجات السمراء او اللي اتحرقت مني دي تطلع على الوش، ما هتطلع على الوش لاني خلاص انت حطيت حاجه حطيت ميه سخنه او مرقه سخنه تطلع على الوش. طيب انا بقى هعمل حاجه حلوه، احط قرن فلفل في النص معاهم كده ونشوح شويه. الكزبره مع السمنه مع التومه مدت ريحه حلوه جدا. خلينا نرجع بقى للويكه، نوعين بتوعها عباره عن ايه؟ النوع الاول هو الاساس بتاعه اللي بيتجاب من عند العطار هنا في القاهره اللي هو الناشف، فبيجي مكسر شكل الباميه بس الكبيره. في باميه تانية الصغيره اللي احنا بناكلها دي ما بيعملهاش هم بويكه، بيستخدموها عادي جدا لو حصل في وسط الطبيخ، لكن الويكه لازم تكون اللي هي بيسموها الباميه البلح، يعني كبيره كده ومتقطعه وناشفه. بس هناك انا شفتها في الاسواق بتاعتهم بقى بيعملوا ايه بقى؟
بيلضموها في دباره وبتتعلق عند العطار او العلاف، متعلقه بشكل جميل جدا كده، منها شكل كديكور ومنها اللي هي بتنشف مع الشمس، وهو ده المطلوب. فدي ليها اسلوب عالي جدا وليها مزاج عالي جدا. بتتشوح كويس جدا، عمى تتشوح وتتصدم صدمه كويسه اكون محضر نفسنا في المرقه بتاعتي. تنزل المرقه تغلي غلوتين ثلاثه، وبعد كده ممكن لو احنا عايزين نفتكس من عندنا ونديها طش على الوش ممكن، مش عايزين نسيبها زي ما هي، ما فيهاش حاجه صعبه خالص. طيب حاضر، هطلعك اسبوعي ناي مالك خططيني فاصل فاصل. حاضر ماشي الكلام. انا بشوح زي ما حضراتكم شايفين اهو، هسيبها مثلا تتشوح لمده دقيقتين، وبعد كده هرجع احط عليها المرقه تغلي غلوه واتنين ونشوف هنعمل فيها ايه. اتفضلي اطلعي فاصل. اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب الفراخ بتتشوح، وانا بشوحها ممكن اديها ورق غار، حبه هام، فلفل حصى، ده للطور لي انا عايز ادلعها شويه، فبقلبها شويه كده. خلاص كده انا خدت التشويحه اللي انا عايزها، هبدا انزل عندي واحده واحده بمقاديري. اول حاجه عندي البصل، ادي بصلتين ماشي الكلام. وتاني حاجه عندي الجزر، وكمان الكوسه، حلو الكلام، والبسله في الاواخر. هديها زبده وهديها فلفل حار وبطاطس. ادي الزبده تتشوح كويس مع البصلايه، تعلق تست اكتر بفص الثوم ده كمان اهو في النص كده، وتعمل كده وتقلب اهو ماشي الكلام. وبعد كده هبدا واحده واحده، ثانيه واحده البوتاجاز بس فصل، نعليه ونرجع تاني كده. البطاطس تنزل مع الجزر او قبل الجزر لو هي مش مستويه، عشان البطاطس تقيله شويه في تسويتها او ناشفه شويه في تسويتها، هناخد بالنا شويه. بص شكل الطاجن هنا قبل ما نشتغل بيه، شكله يعني هو اللي يشد النفس. تعال نجيب البطاطس كده ونصفيها على السريع. بطاطس واحده حطيتها في الميه عشان ما تسودش مني، حلو الكلام. تنزل برده وتقلب كده اهو، والجزره زي ما اتفقنا عليها على طول، تقلب برده، تساب لمده دقيقتين، وبعد كده نبدا نحط حاجتنا كلها وصوص الطماطم يكون عندي جاهز. طيب الويكه شغاله زي ما حضراتكم شايفين اهو، وعايشه حياتها، وتتضرب كويس قوي ممكن بالمفراق او نص جرشه بالهاند بلندر، وتتساب شويه. طيب عندي هنا في زبده، الملوخيه الناشفه لو ما اتعملتش مظبوط ما بتتاكلش على ما اعتقد، وده اللي بيتقال عليها. تعمل ازاي بقى؟ الاول حاجه بتسيح زبده او سمنه، وتجيب طماطمايه مبشوره زي كده مثلا، حلو الكلام، طماطمايه واحده اهي، كمان واحده معلش، حلو الكلام، وتشوحهم كويس قوي مع بعض. او ما احس ان هي بتبدا تتسبك هنشوف هنعمل فيها ايه واحده واحده. نحط بس بقيه حاجه تطرني عشان نقفل عليه، الكوسه والبسله خليها في الاخر، تشويها حلوه كده. انا هعمل الطرني دوت كمان مكعبين مرقه من بتوع كنور الخضر دول، حلو الكلام، خضار اهو عشان برضو يسبكوا معايا الصوص ويبقى ليهم طعم كويس قوي، حلو الكلام، ده كلام جميل اهو. تنزل كده على اساس ان هي بهارات وكمان منها تسبك لي اللي انا عايزه كله كده. ونكون مجهزين كمان صلصه الطماطم هنا، دي زي ما حضراتكم شايفين، بصوا تسبك الطماطميه مبشوره ازاي، ده في الاول خالص، حلو الكلام، مع كمان فص ثوم اهو بالزيت بتاعه، تتقلب كويس. في ريحه طبيخ هنا بقى، هنا كده انا شميت ريحه طبيخ، طماطم فريش تتسبك من غير بصل. سالت بيني اللي واقف ورا، انا شايفك اهو، قلت له يعني تخش بصل يا بيني، قال لي لا بصل لا، هي طماطميه بتتشوح. اصل مش عيب لما نسال، ولما تسال واحد من الصعيد او واحد من قلب المنطقه هو متربى عليها. ده بيني بسم الله ما شاء الله النهارده تعديت ال 20 سنه يا بيني صح؟ ها؟ عم بيقول 15 بيقول لك، فما شاء الله يعني عنده خبره ومش صغير، وهو كمان من الناس اللي بتحب تاكل اكل بقى لحد دلوقتي، ده بيقول لي حضر لي عيش شمس في الاخر. يعني كل واحد بيبقى ليه مزاج ومتربي على الاكل، انا واحد من الناس ما اقدرش اغيره.
لو كبرت ورحت فين وفين ما اعرفش اغير الاكل اللي اتربيت عليه. فدي عادات تقاليد ربنا ما يحرمكمش منها ولا يحرمنا دايما من اصلنا، لان الاصل حلو. اللي ما يدورش على اصله وبينسى الاصل على ما اعتقد مش هيفكر في المستقبل غير بوجهه نظر هو بس. فالاصل ده حاجه ما تزعلش وحاجه لازم تفتخر بيها، انك انت منين وادور على الاكل بلدي واكله، انت منين واروح ازور اللي عايشين واللي ميتين، انت منين واروح اشوف اهلي وناسي اتربيت عندهم وانا صغير. ما انت لو نسيت يبقى هتنسى كل حاجه، تنسى الموضوع ملوش علاقه بالاكل بس، لا ده العلاقه كمان بالاصول والعادات والتقاليد. لما تتنسي مع الزمن اللي احنا فيه يبقى على السلنكتيه بقى زي ما بيقولوا كده. صلصه الطماطم تنزل على الطاجن كده اهو، حلو الكلام، مع كمان معلقتين صلصه، معلقه معلقه معلقه. شوف ناس، ادي واحده وادي اتنين، ده للطاجن وبهرب المرة عشان انا عايز انسى خالص بقى الطاجن ده. فلفل اسمر ماشي الكلام، وكمان وكمان حبه ملح، زود ملح شويه ماشي الكلام، وحبه كمون ماشي الكلام، حبه بهارات فراخ، وقلب الكلام ده كله مع حبه مرق الضاني. لا بلاش مرق الضاني، خليها ميه سخنه احسن معلش، او ميه عاديه عادي، حبه ميه بلاش مرق الضاني، لا عفوا عشان دي فراخ ولو انا عملت كده هضيع طعم الفراخ. لا انا كنت متخيل ان هي مرقه عاديه، خليها كده ببركتها اهو. قلب كويس، قلب كده وتتساب. الطاجن انا عايز ادخله الفرن بس اكسب حمايه النار او سخونيه النار اللي انا شغال عليها شويه، وبعد كده ادخلها الفرن عادي. حلو الكلام، سيبها بقى شويه خالص كده متبله ومتظبطه ونشوفها كمان شويه ان شاء الله. طيب نرجع بقى كمان للملوخيه. هنا خلاص دي اتسبكت ودي تمام، الوكه دي تمام كده، محتاجه حاجه الوكه الثانيه دي خلاص يا بني ولا خلاص؟ تمام، يعني نغرف على طول ونعيش الشمس يجي لك؟ ماشي. طيب دي خلاص اتشوحت فص الثوم مع الطماطمايه الفريش، ونروح عاملين ايه؟ جايبين نص كوبايه الملوخيه الناشفه وتتشوح معاهم كده، واحنا محضرين المرقه موجوده، وتبدا تقلب او شويه. حلو الكلام، قال لك حط لها كزبره ناشفه، دي ملوخيه مش كزبره خضراء، ادي معلقه الكزبره الناشفه معاها، وتبدا تتقلب كده. هتتلم من الزبده اللي محطوطه فيها وهتلم من الطماطم. بص حضراتكم عامله ازاي، اوعى يكون يا بني مديني بقى دي غلط، اوعى تضيعنا، مش خايف اهو، انت الوحيد اللي معايا النهارده، الناس كل الناس كلها فاكرك انت، لانك انت جيت عدلت عليا في الاول وقلت لي لا حط كذا ونقص كذا وزود كذا، هو بثانيه هجيبك معايا. وابدا اقلبها كويس كده، بدات في ريحه الملوخيه بدات يعني باينه جدا، طماطم مش باينه خلاص كله اتخلط مع بعضه كده بالشكل ده كده اهو. اصل انت تفتكس في اي حاجه في الدنيا كشيف تفتكس، والعب العب، ابعد ابعد اختراعات الاصول. الاكل كل بلد ليها اكله، اسال اهل البلد وتعلم واعرف، ومش عيب لما نسال ونتعلم. لكن تقول لي اصل انا بعملها بطريقتي، لا ما هي مش طريقتك، هنا هنا مفيش طرق، هنا في اصول للاكل. اصول يعني ايه؟ يعني الملوخيه الناشفه بيعملوها كده يبقى اعملها كده، ما اخترعش، ما اعرفش اقول لك احط لها حبه كزبره خضراء زي ما حطيت دي. نروح في داهيه واهلنا في الصعيد يزعلوا مني وانا حبايبي كلهم هناك يعني يعني يموتوا في حاجه اسمها اكل وعارفين يعني الاكل. هنا ده خلاص كده بيتقلب، بعد كده نديها عندنا المرقه بتاعتنا، مرقه اللحمه بقى، صح يا بني ولا لا؟ ماشي، مش عايز احط لها اي حاجه تانية خالص، دي اللحمه كده ماشي الكلام، وادي المرقه اللي فيها طماطمايه برضو. اه اللهم صل على سيدنا محمد كده اهو. ونبدا بقى ايه، انا هشيل ده واجيب مضرب عشان يبقى اسهل معايا في التقليب. انت عايز ايه؟ عايز فاصل؟ طب استنى بص على الملوخيه بصه حلوه، لاحسن نطلع فاصل والملوخيه تبقى بايظه ونضحك علينا. اه قال لك قلب في اتجاه واحد، ترجمة
اللهم صل على النبي. المفراك قصدك؟ لا ما هو مفيش مفراك، يبقى احنا ممكن نفرك بالبتاع الافران كده اهو، بس احنا خلاص مشيناها بالمضرب خلاص. قال لك اوعى تنسى حبه شطه، حبه الشطه صح كده يا استاذنا ولا انا غلطان؟ خد بالك انت النهارده اعتبر شبه ضيف معايا في الحلقه، بس من ورا الكاميرا فيني تصور وانا اسالك عايز ايه تاني غير الشطه. خلاص كده تمام. غلوه واحده الطبيعي من غير ما نسال ونرفع. الملوخيه دايما كالعاده زي ما احنا عارفين ولا بتغلي كتير ولا بتتغطى عليها، لو اتغطت بتسقط ولو غلي كتير تغمق، فنبقى ماشيين في السفر غلقه واحده، غلوه واحده تطلع في الطاجن بتاعها. والويكه نفس الموضوع خلاص خلصانه. والبريم الحلو ده بصوا يا جماعه بيتكتك ازاي، سيبوه شويه ياخد وقته ويعيش حياته وبعد كده نظبط الامور. اما اللحمه الضاني هنصفيها، هي فيها دهن شويه اهي، هطلع بس منها الدهن، انا مش عايزه زي ما حضراتكم شايفين هي خلاص استوت اهي، هطلع بس منها الدهن وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الأم هنية. طيب احنا دخلنا التور اللي جوه الفرن ان شاء الله يستوي ويكمل تسويته، والملوخيه اتغرفت خلاص، الباميه هتضرب جرشه على السريع حالا. بس هو المفروض زي ما اتفقنا بتتعمل بالمفروكه او بالمفراك، انا هعملها بالافرانكا شويه بالهاند بلندر، وده طبعا كلام غلط اللي بعمله، بس ما عنديش غيره اني يتفرك بيه، اكيد مش معناها هتفركه، بس كل ما يكون ناعمه كل ما يكون افضل زي ما اتقال. اللحمه مش هحطها جوه طبيخ، لا هنخلي اللحمه متحمره لوحدها بالملح والفلفل البلدي جدا جدا جدا. بس يا بني كده انا حاسس ان هي تبقى شوربه، ما يعني ما فيهاش حتى تخريزه خالص. ها عايز ايه؟ انا بكلم واحد صعيدي، انت صعيدي؟ انا كده شايفها كويسه يا بني خلاص، انا عملتها لوحدي وعارف كل حاجه لوحدي. طيب هشوح الزبده زي ما حضراتكم شايفين للتحمير اللحمه، اللحمه تنزل بالشكل دوت مع الملح والفلفل وجوز الطيب وشكرا، يبقى كده الموضوع تمام التمام اهو. سيبها بقى خالص تتعمل كده، دي غلوه واحده ونرفعها. هنا فلفل اسمر على الزبده، واللحمه بتتحمر، اللحمه قطعها صغير جدا تمشي غموس تمشي جوه الطاجن يعني بمزاجنا، يعني الاكل ده مزاج وهم ليهم مزاج عالي جدا. عايز اقول لكم ان في مطاعم انا دخلتها مطاعم عاديه جدا، بس كل السياحه الخارجيه ربنا يا رب ان شاء الله يجمعهم تاني ويجيبهم ان شاء الله بالسلامه على المناطق كلها السياحيه في مصر، يخشوا السياح دول ما بياكلوش ولا بيتزا ولا مكرونات بشاميل ولا الكلام ده خالص، عايزين ياكلوا اكل مصر. فاكل مصر هو الاكل اللي بنعمله ده والكشك بقى والفطير وحاجات كتير جدا بتتعمل وليها مواسم، فهم بييجوا ينزلوا عارفين ان الصعيد كله او الاقصر واسوان كل المنتجعات كلها بتعمل الاكل ده، حتى لو كان في الفنادق العائمه او اللي هي في الاقصر عندهم ده وعندهم ده، بس اكتر السياحه واكتر الناس الاوروبيين لما بينزلوا مصر بيبقى عندهم هدف يدوقوا. انا شخصيا لما بسافر اي حته في الدنيا مش عايز اكل حاجه انا عارفها، انا عايز اكل اكل البلد، عايز استطعم بمطبخ البلد عشان اشوف واعرف. ما هو انا هعرف منين؟ ما لو رحت مثلا المغرب اول ما دخلت المغرب قلت بقى انا عايز اكل، فاروح رايح مثلا مطعم اقول له انا بديني باستا بولونيزا وبيتزا، طب ما انت كده ما عملتش حاجه. لكن لما تقول له اديني طاجين بلدي من افقر طاجن عندك هتاكله وانت مستمتع، ما فيهاش حاجه تانية. فمصر نفس الموضوع، مش تخش تقول له حاجه عايز اكل مشويات، عايز اكل كشري، عايز اكل محشي، عايز اكل كوارع، ده كله هو ده المطلوب. دي خلاص كده خلصت، نغرفها على طول مع حضراتكم. خلينا نبص بس على الطاجن. الله الله يا الله. ايوه اكل الطاجن ده حلو كده، ونشوف الويكه. اللهم صل على سيدنا محمد.
القوام ده كده هو ده المطلوب المظبوط، ان تكون شويه فيها عرق شويه، ما تكونش سايبه زي الميه. حبه كزبره خضراء، حلو الكلام، وكمان فلفل حار لو حبينا كده، بس هي مش محتاجه اكتر من كده، وتكون فيها العرق اللي حضراتكم شايفينه دوت، تكون فيها قوام تقيل شويه. اهي ده كده طاجن ويكا، واللحمه بتتحمر على الهادي، مش محتاجين نصدمها ولا نشوح. بصوا يا جماعه، كل حاجه وليها حاجه، اكل البلدي نشتغل عليه بلدي، الاكل الافرانكا نعمل فيه الافرانكا ونطلع اطباق ونعمل كل حاجه وليها حاجه. ده لو اتعمل غير كده انا واثق انه هتضرب، فعلى ايه؟ خلينا نعمل حاجه مظبوط ويبقى مظبوط. حتى كمان الكرفس ده ممكن حد يزعل مني منه، هشيله، بس الكرفس ده والله انا بس بحطه عندي في معظم الاكلات اللي يكون عايز فيها ريحه احسن واحسن. اهو كده، ده كله اهو نشيله عشان محدش يزعل مننا، يقول اللحمه ما بتحمرش الكرفس. تمام، انا تمام. اهو ده كده، حبه ملح بقى على الوش، ريحه الضاني وهو بيتحمر كده اهو في نفس الطاسه. انا دايما كنت اشوف الحاجه عندي في البيت امي وهي بتحمر لحمه، لازما تحط فلفل اسود وملح على الطاسه. اقول لها حاجه، طب ما تسيبينه ونطلعه على الطبق، تقول لي لا، يتدلعوا ويطعموا كده في بعضيهم وكل ويسكت. والله حاضر. فعلا لما كبرت عرفت ان الحاجه لما بتتبل مظبوط على الطريقه الامهويه الامويه بالظبط احسن 100 طريقه. دي تتغرف على طول. كده طبق لحمه محمر عجب كده. بص التوم لما اتحمر معاه كمان ما فيهوش حاجه زياده ولا حاجه ناقصه ولا جرنش حتى. تعال نطلع الطاجن عشان خلاص كده، خلاص خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، اهو ده التورلي بتاعنا، تورلي الفراخ معمول بطريقه سهله جدا، ولا فيها افتكاسه ولا فيها حاجه. حبه خضار بعصير طماطم متسبكين مظبوطين، بهارات مظبوطه، تتبيله صح، ودخلوا الفرن خدوا طعم البريم وطعم الطاجن المطلوب يتاكل بيه. اللحم محمره تمشي مع الويكه وتمشي كمان مع الملوخيه الناشفه. دي كانت حلقتنا النهارده من قلب النوبه. سلام كبير لغرب سهيل وكمان حبيبنا في الاقصر، وان شاء الله قريب جدا هنطلع حلقه الاقصر عشان خاطر الموضوع بقى يكون ايه حلو. وفي حاجات بتتصور لسه ما طلعتش، وانا مش من النوع اللي بصور حاجه وبقول عليها، انتوا عارفيني. ففي حاجات كتير جدا لسه ما طلعتش، في حاجات لسه بتتمنتج، انا بتكلم بكل صراحه. في حاجات ان شاء الله طالعه لحضراتكم، مش تقرير 10 دقائق وشكرا، لا، في حلقات كامله هنروح وهنشوف ونعرف من كل اهلنا في كل محافظه في كل مكان اللي بناكله واللي هناكله واللي كناه. السلام عليكم.